قعدت أقول بالغلط إنه إيوة إنه كل الحجاز أصلا محضارة بالغلط، وأنا قاعدة أتكلم عن نفسي بس مع الربشة قلت هذا الشيء. فكثير من الناس اللي بيتابعوا الصفحة حقة التلفزيون كلوني كيف تقولي كذا يا أبو يمن يا مدري إيش، يفكروا إنهم هيجرحوا فيها. البني آدم اللي ما يعترف بأصله هذا غلط، وأنا قلت إحنا أصلا حضارم، وهذا شيء يمكن من قبل ما تتأسس أصلا السعودية، فشيء مرة من زمان. شيء تاني أبى أقوله إنه البني آدم لما ربنا خلقه وخلق ربنا آدم وحواء ما قال هذا من فين وهذا من فين. البني آدم عشان يبان من إنه عامة أو إنه ينعرف لازم يعرف تعرف عشان شخصيته وأخلاقه وأدبه نشامته كيف يقوم مع الناس، هذه الأشياء اللي هي أهل الحجاز من كثير أصول مختلفة، وبسبب التجارة فكان في كثير في أصول مختلفة جات منطقة الحجاز، وطبعا كلهم صاروا سعوديين، وحتى في بعضهم هناك من قبل ما أصلا التأسيس. فيعني عامة ما في داعي درس تاريخ، بس إحنا في السعودية كلنا عارفين هذا الشيء. واللي صار أمس في القناة حسيت إنه شوية كان يعني كأنه موجه إنه كان يبوا مرة يعملوا قصة منها عشان يكون كده في السوشيال ميديا موضوع، ما عجبني ده الموضوع بصراحة. بس كل حال البني آدم دائما أقول بمعدنه بأخلاقه وش يعمل في حياته، مش إنه يقعد واحد يطالع فيه ويقلل من قيمته على شيء يفكر هيضايقني. أكيد ما هيضايقني إن إحنا أصلنا حضرمي، بالعكس فخر. السعودية كبيرة جدا، والرياض والدمام والخبر وكلنا على قلب واحد، وإحنا أهم شيء إنه إحنا بلدنا تكون في أمن وأمان واستقرار، هذا المهم. مو أنت من فين وأنت أصلك من 80 سنة فين كان؟ يعني بصراحة الواحد بدل ما يدقق في دي الأمور صراحة اللي هي ما هي مهمة، يدقق في إنه إحنا عايشين في بلد الحمد لله في خير. شوفوا الناس بتضاربوا على أحزاب ومشاكل الدنيا كلها وإحنا في الأمن، وبرضو قاعدين نذم بعض، أنت من فين وأنت أصلك من فين وأنت من وما تنتمي المحلي. خلينا نكبر يا جماعة، 2019 داخلين 2020. ما طلعت في برنامج في الكويت قبل، ما أعرف ليش ما جات صدفة، بس أنا لزعلت.